الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا بيكم في أولى حلقات برنامج كمين سلمى عز الدين. في البداية حابة أشكر كل اللي شجعني إن أنا أرجع للميديا مرة تانية وأقدم المحتوى الكروي المحبب لقلبي. إن شاء الله أكون خفيفة على قلوبكم، وبإذن الله البرنامج بتاعنا يعجبكم. في البداية طبعا ميولي انتمائي كل الناس عارفه، كل الناس عارفاه، يعني أنا دي مش حاجة مش هقدر إن أنا أخبيها. بس إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله هنحاول إن إحنا نبقى محايدين. هنحاول أعرفكم بالبرنامج، هو برنامج رياضي متنوع مليان بالفقرات والأفكار إن شاء الله بإذن الله هتعجبكم. هيكون معانا نجوم، مش شرط إن هم يكونوا نجوم في الكورة، ممكن يكونوا فنانين، ممكن يكونوا محللين، نقاد، ومعانا هيكون في مواهب كتير جدا إن شاء الله. برنامج كمين عز سلم سوري أنا أسف برنامج كمين سلم عز الدين يعجبكم وإن شاء الله تنبسطوا معانا. نبدأ بأول فقرة في برنامجنا النهاردة وهي كمين إخباري. كمين إخباري، وهي دي اللي هنتناول فيها كل الأخبار اللي موجودة على السوشيال ميديا والأخبار اللي موجودة على الساحة الرياضية، وهنتناول فيها كل الأخبار الرياضية بإذن الله. الفقرة الثانية ودي فقرة كمين المداخلات وحق الرد، ودي في الفقرة دي هتشاركونا فيها موضوع الحلقة، وليكوا الحق على الرد على أي تصريحات هتتقال في البرنامج بإذن الله. الفقرة الثالثة معانا وهي كمين السوشيال، واللي هنتواصل بيها معاكم مباشرة من خلال سؤال الحلقة اللي هنعرضه دلوقتي ليكم على البرنامج على صفحة البرنامج وهي كمين سلمى عز الدين على الفيسبوك، أو من خلال الهاشتاج على تويتر كمين سلمى. الفقرة الرابعة بقى وهي فقرة كمين دوري، ويا ويلو في اللي هيقع معانا في الكمين. في فقرة الكمين هنرصد كل الحاجات السلبية والحاجات الإيجابية اللي موجودة عموما في الدوريات، سواء الدوري المصري، سواء لقطة اتقالت في برنامج، سواء حكم، سواء أي حاجة، ودي هنتناولها بشكل كوميدي ساخر. دي يعني فقرات برنامجنا ببساطة. إن شاء الله بإذن الله هيكون في فقرات تانية طبعا، وهيكون في معانا ضيوف، الفقرات هتتغير، بس إن شاء الله بإذن الله هنقدم حاجة تعجبكم. طبعا موضوع الحلقة النهاردة هو طبعا يعني الحدث الأكبر بالنسبة لنا، وهو هزيمة الزمالك اليوم أمام الترجي. موضوع الحلقة، مين متحمل هزيمة الزمالك اليوم؟ تقدروا تخشوا على بيج الفيسبوك وهي كمين سلمى عز الدين وتقولوا لنا رأيكم، وهنعرضه وهنقوله بكل صراحة. تقدروا تتواصلوا معانا من خلال رقم البرنامج اللي هيظهر لكم على الشاشة وتقولوا لنا رأيكم في هزيمة الزمالك اليوم. نروح لأول فقرة معانا وهي فقرة كمين إخباري، ونبدأ بأول خبر معانا. طبعا أول خبر معانا وهو هزيمة الزمالك أمام الترجي. من رأيكم مين المتسبب في هزيمة الزمالك اليوم؟ يعني حاولوا تخشوا معانا وتتجاوبوا معانا وتقولوا لنا مين السبب في هزيمة الزمالك اليوم. هل السبب في هزيمة الزمالك اليوم اللعيبة؟ أنا بشوف من وجهة نظري يعني بصراحة لعيبة الزمالك، يعني أنا مش فاهمة في إيه، يعني أنا مش فاهمة يعني ليه سبب الخذلان اللي أنتوا بتقدموه لجمهوركم ده؟ يعني ليه عايزين توصلوا لجمهوركم إن أنتم سوري يعني موظفين؟ يعني ليه إيه الصعب في إن أنتوا يعني تفرحوا جمهوركم؟ ده سؤال يعني بجد بجد جمهور الزمالك حقيقي تعب. غيرنا المدير الفني، يعني فين المشكله؟ يعني لعيبه الزمالك فين؟ نازلين الشوط الاول، يعني نازلين الشوط الاول، مش عايزه اقول ان هم يعني نازلين خايفين، ولكن نازلين الشوط الاول واكن فعلا الزمالك هو اللي كسبان، واكن الزمالك هو اللي اول مجموعه. مش فاهمه بصراحه، مش فاهمه بصراحه، مش قادره افهم فين المشكله، يعني مش قادرة أفهم فين المشكلة. وبصراحة يعني جماهير الزمالك يعني فعلا على آخرها. تاني خبر معانا وهو طبعا فوز الأهلي النهاردة على فيتا كلوب، وهو أول ويعتبر كده أول فريق مصري يفوز في جمهورية الكونغو في البطولات الأفريقية. 23 مباراة فوز مصر 1، فوز الكونغو 16 والتعادل 6. طبعا النادي الأهلي النهاردة فاز 3-0
على فيتا كلاب، قدم ماتش كويس جدا، يعني قدر ان هو يحسم المباراه في البدايه، اول تلت ساعه قدر ان هو يحقق هدفين، ونزل طبعا الشوط الثاني حتى لو فيتا كلاب الشوط الثاني كان افضل، بس الاهلي قدر ان هو من هجمه مرتده يخطف الهدف الثالث ويعبر بالثلاث نقاط. رايكم برضو سؤال البرنامج الثاني بالنسبه لجمهور الاهلي، رايكم فرصه الاهلي عامله ازاي في الصعود في بطولة أفريقيا؟ نروح لتاني خبر معانا، وهو طيب قبل ما نروح للخبر الثالث اللي معانا، معانا مداخلة مع كابتن أمير عبد العزيز مدرب الزمالك السابق. ازيك يا كابتن أمير؟ ألو ألو تمام، واضح إن في مشكلة في الاتصال، هنحاول نرجع لكابتن أمير عبد العزيز مرة تانية، هنحاول نرجع لكابتن أمير مرة تانية. طبعا كابتن أمير عبد العزيز مدرب الزمالك السابق واللي كان في الجهاز مع كارترون وحققوا بطولات كتيرة، عايزين طبعا نكلمه في حاجات كتيرة بخصوص ماتش النهاردة. نكمل بقية أخبارنا لحد ما نرجع لمكالمتنا مرة تانية. تاني خبر معانا، وهو وادي دجلة النهاردة قدر ان هو يفوز على سيراميكا كيلوباترا. طيب خلاص نرجع تاني معانا الكابتن أمير. ألو ألو، ازيك يا كابتن أمير؟ الله يسلمك، الحمد لله. عامل ايه؟ منورنا النهارده في اولى حلقات برنامج كمين سلمى. بنورك والله، والف مبروك على البرنامج. الله يبارك فيك، ان شاء الله يبقى فاتحه خير عليك كده ان شاء الله، وتقدموا لنا حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. يا رب يا رب يا كابتن امير. كابتن امير، حابه اسالك النهارده شايف مباراه الزمالك والترجي ازاي؟ يعني طبعا الواحد زعلان جدا وحزين، كان نفسنا النهارده نكسب ناخد 3 بونت عشان نقدر نكمل في بطولة افريقيا وننافس، لكن قدر الله ما شاء فعل. يعني نتيجة مش مرضية لكل جماهير الكرة المصرية خصوصا الزملكاوية، لكن هي دي الكورة سلمى، انت عارفة يعني، انت في مكسب في خسارة في تعادل. السنة اللي فاتت كسبناهم مرتين ورا بعض وصعدنا دور الأربعة. السنة دي احنا مش موفقين من اول البطولة الافريقية، واحنا مش موفقين، فالحمد لله يعني نركز في اللي جاي ان شاء الله. عندنا ماتش مهم، ماتش الجزائر اللي جاي نركز فيه ان شاء الله، وربنا يسهل ان شاء الله. طب كابتن امير، حابة اسألك سؤال، مين اللي يتحمل هزيمة الزمالك النهاردة؟ لا بصي، هو هي النتيجة بيتحملها كل الناس، كل المجموعة، كل الجهاز، كل اللعيبة، يعني مش فرد واحد ولا مسؤول واحد ولا لعيب واحد، هي منظومة متكاملة. في الإخفاق كله بيتحمل مسؤولية، في النجاحات بيبقى كله موجود وكله بيساهم، فاحنا ما نقدرش نحمل مسؤولية لحد معين. يعني زي ما بتكسبي وبتنجحي وبنشد الناس كلها، برضه لما بيبقى في مثلا اخفاق او في هزيمه، لا كلنا بنتحمل المسؤوليه وكلنا لازم نتكاتف وكلنا لازم ندعم ونساند اللعيبه ونساند النادي، لان ده واجب النادي علينا. وجماهير الزمالك، انا عارف ان جماهير الزمالك من احسن الجماهير في العالم اللي بتدعم وبتساند لاعبتها وبتقف وراها. بس الجمهور تعب، الجمهور تعب يا كابتن امير، يعني الجمهور حقيقي، يعني الجمهور على السوشيال ميديا فعلا الجمهور على اخره، يعني الجمهور فعلا هزيمه النهارده يعني عملت عامل سلبي كبير جدا مع جمهور الزمالك. بص يا كابتن سلمى، انت يعني انا عارف ان جمهور الزمالك جمهور عظيم وجمهور كبير عايز يكسب على طول وعايز دايما يبقى متوج بالبطولات، لكن وارد ان انت ما تبقاش في يومك، وارد ان انت ما توفقش، لكن انا دايما انا عارف ان هم دايما مساندين في الوحش قبل الحلو. يعني دايما جمهور الزمالك معودنا على كده، واحنا طول عمرنا كزملكاويه واحنا بنبقى ورا النادي في اي موقف، فانا عارف ان جمهور الزمالك زعلان وحزين وكده جدا. اللعيبه دي هي اللي اسعدت جمهور الزمالك السنه اللي فاتت،
بالبطولات اللي خدوها، اذا كان كونفدراليه او سوبر افريقي او سوبر مصري. ان شاء الله باذن الله يقاتلوا في الجزائر طب عشان كابتن يعملوا امير، نتيجه ان شاء الله ايجابيه وكسبانين. حابه اسالك سؤال تاني، اتفضلي اتفضلي يا شايف فندم. ان تغيير المدرب اثر بالسلب على لعيبه الزمالك قبل ماتش مصيري مهم زي ده؟ لا ما اظنش، يعني ما يعني مستر خصوصا ان كارترون مش غريب حضرتك عن كنت في الفرقه. الجهاز اصلا قبل كده ودربت مع مستر كارترون. لا هو بصي، هو طبعا انت رحيل مستر باتشيكو كان في كلام من بدري، من الماتشات اللي اتعملت ان هيبقى في رحيل، يعني كان في بدايات وكان في مؤشرات. تمام. لما جه مستر كارترون الاداره لما فكرت جابت واحد مش غريب عن الفرقه. يعني مستر كارترون كان لحد فتره قريبه كان موجود مع اللعيبه وعارف اللعيبه وعارف كل اللعيبه اللي موجوده، عارف امكانياتهم. فدي حاجه ايجابيه للعيبه ان هم يعملوا نتيجه ايجابيه النهارده، او يكون ربنا كرمنا وكسبنا المباراه. تمام. لكن قدر الله ما شاء فعل، هي يعني هي باينه من اول، يعني طب التعادل بتاع الجزائر هنا. الزمالك لسه ليه فرصه في الصعود، الزمالك قادر ان هو يستغل الفرصه دي، ولا بالاداء اللي احنا شايفينه باللعيبه الموجوده حاليا مش عايز اقول بالتخاذل اللي موجود، بس قادر الزمالك ان هو يستغل الفرصه دي ويكسب الماتشين الجايين، وطبعا ننتظر نتيجه المولوديه. يعني ان شاء الله التوقف اللي جاي دوت ان شاء الله اللعيبه تقعد مع بعض ويلموا بعض، والجهاز الفني هيلم اللعيبه ويقعدوا، يبقى في فتره كويسه للتمرين كويس وتحضير كويس لماتش الجزائر. ان شاء الله فرقه الزمالك ولعيبه الزمالك قادره ان هي تكسب اي فريق في اي مكان، تمام. ودي شخصيه لعيبه الزمالك. فان شاء الله في فرصه باذن الله ان اللعيبه تعمل ان شاء الله نتيجه ايجابيه وتصالح الجمهور ان شاء الله في ماتش الجزائر باذن الله. باذن الله. بشكرك يا كابتن امير، وبنتمنى لك كل التوفيق، وبنتمنى لك دايما ان انت تبقى معانا، وان شاء الله تبقى بقى ضيف معانا في حلقه قادمه باذن الله. شكرا للكابتن امير. طبعا كان معانا الكابتن امير عبد العزيز، وهو مدرب الزمالك السابق، وكان مع جهاز كارترون، وكانوا محققين بطولات، وده رايه في اداء الزمالك النهارده امام الترجي. عايزين طبعا، يعني احنا معانا اخبار كتير، بس انا عشان وقت الحلقه ما يضيعش مننا، عايزين نخش على طول على موضوع حلقتنا النهارده، وهو مين المتحمل هزيمه الزمالك اليوم امام الترجي. وسؤال حلقتنا التاني هو: شايف فرصه الاهلي ازاي بعد الفوز النهارده؟ شايف ان هو قادر ان هو يصعد كده مرتاح ولا ايه الدنيا؟ تقدروا تشاركوا معانا على صفحتنا كمين سلمى عز الدين. هيكون معانا كمان شوية مداخلة مع ملاك دونجا، طبعا من مشاهير السوشيال ميديا في الزمالك، برضو عايزين نكلمه على أداء الزمالك النهاردة، ومين برضو المتسبب في هزيمة الزمالك. نروح بقى لفقرتنا الثالثة، وهي فقرة كمين السوشيال ميديا. هعرض شويه، هخش اشوف دلوقتي ارائكم على الصفحه، ونقرا شويه كومنتس كده، ونشوف راي جمهور الزمالك النهارده في اداء اللعيبه، وفي الهزيمه من يعني الهزيمه الغير مبرره من وجهه نظري، الهزيمه الغير مبرره. يعني انا بشوف بصراحه، يعني انا بشوف ان اي لعيب في نادي الزمالك عايز يمشي يمشي، يعني اللي عايز يرحل عن نادي الزمالك يرحل. الزمالك ده اسم كبير جدا، الزمالك اسم كبير، يعني ارتداء فانيلة الزمالك دي شرف كبير جدا جدا لأي لعيب ان هو يلبس تيشيرت نادي الزمالك. يعني أي لعيب مش على قدر مسؤولية إسعاد جمهور الزمالك، جمهور الزمالك ده من أكبر جماهير الزمالك، يعني جمهور الزمالك ده من جمهور كبير جدا، جمهور كبير جدا، يعني من حقه ان هو ياخد بطولة افريقيا اللي غايبة عنه بقالها كام سنة، من حقه ان هو يفرح بفريقه. اللي بيحصل في الزمالك ده علامات استفهام كبيرة جدا، الجمهور خلاص فعلا الجمهور تعب. نروح نقرا شوية اخبار، نروح نقرا شوية تعليقات على صفحتنا، ونروح طبعا سؤال حلقتنا هو: مين اللي هيتحمل خسارة نادي الزمالك امام الترجي؟ طبعا معانا اول كومنت كده هيجي قدامي، وهو وليد سعودي. وليد سعودي بيقول: للاسف كل الظواهر الطبيعيه والغير طبيعيه، احنا تعبنا اقسم بالله بلاها كوره، احنا نقفل النادي ونخلي الالعاب للصالات العاب لعيبه فعلا رجاله،
مش عارف احنا بندفع ملايين في اللعيبة دي ازاي مش عارفين يفوزوا على الترجي في ملعبنا. ده رأي وليد سعودي. نروح تاني لكومنت تاني، وفي مريم بتقول اللعيبة والإدارة، في جزء كبير جدا من جمهور نادي الزمالك بيحمل الهزيمة النهاردة للإدارة، لأن الإدارة غيرت المدرب في وقت المفروض إن هو وقت صعب. كان في كان الجمهور منقسم جزئين، في جزء كان بيطالب برحيل باتشيكو وفي جزء كان بيطالب بالبقاء عشان الاستقرار، ولكن يعني التوقيت، فكرة التوقيت هي اللي كانت صعبة جدا. محمد توفيق بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، الإدارة واللاعبين دول لعيبة عالة على النادي. ده رأي محمد توفيق. معانا برضو، احنا برضو عايزين الاعداد ياريت لو ينزلوا لنا لينك البيج عشان اللي حابب يخش يشارك معانا يخش يشارك معانا على البيج. تمام. ابراهيم الشربيني بيقول تحياتي لحضرتك يا سلمى، منوره البرنامج وبالتوفيق ان شاء الله. اللي هيتحمل هزيمه الزمالك عدم الاستقرار الاداري والمالي وبعض اللعيبه تفكيرها يتجه خارج الملعب. يعني انتوا شايفين من وجهه نظركم ان اللعيبه مش مركزه في الملعب بسبب العقود اللي جايه لها من انديه تانية؟ انا بشوف ان اي لعيب عايز يرحل من نادي الزمالك ابواب النادي مفتوحه. نروح لكومنت تاني من ضيا زملكاوي بيقول لعيبه موظفين ما عندهمش دم ولا عارفين قيمه التيشيرت اللي لابسينه، والاداره ما فيش فكر خالص، حسبي الله ونعم الوكيل. معانا برضو هدى العربي بتقول كله والله يا سلمى مش حد معين، فعلا مجرد موظفين. ضياء الدين الكل لعيبه مش على قد المسؤوليه، ودي اقل حاجه تتقال عليهم، واداره ما عندهاش فكر، هو مدرب ارزقي على الله. طبعا لولا بتقول طبعا اللعيبه هي اللي تتحمل، حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا كله بيحمل الهزيمه للاداره واللاعبين والجهاز الفني. عايزين ناخد برضو علي بيقول اللعيبه موظفين. بصراحه جمهور الزمالك يعني واضح ان هم فعلا على اخرهم من هزيمه الزمالك النهارده امام الترجي، وخصوصا ان هم كانوا مستنيين الفوز ده، عشان الفوز ده كان هيبقى نسبه كبيره جدا ان الزمالك يصعد. ولكن الفوز، انا عايزه اقول يا جماعه للناس اللي بتتفرج علينا النهارده، لسه في فرصه ان الزمالك يصعد، يعني احنا لسه عندنا الفرصه. انا مش عايزه اقول احنا عشان انا المفروض ابقى محايده وكده، بس طبعا يعني انتوا عارفين انتمائي وميولي، انا مش هقدر اغير حاجه زي كده، ولكن احنا لسه عندنا الفرصه، يعني احنا لسه عندنا الفرصه. الزمالك لو كسب الماتشين الجايين والمولوديه تخسر من الترجي، الزمالك هيصعد. ولكن طبعا وخلينا نشوف الجدول على الشاشه اهو، الترجي لعب 4 ماتشات، فاز في 3، اتعادل في ماتش، وهزم اتهزم مره واحده معاه 10 نقاط. المولوديه لعبت 4، فازت 2، تعادلت 2، ما عندهاش ولا هزيمه، معاها 8. الزمالك في المركز الثالث، 4 ماتشات بلا فوز، 2 تعادل، 2 هزيمه، نقطتين. طبعا تونجيت لعب 4، ما فازش ولا مره، اتعادل مره، خسر 3 مرات، ورصيده من النقاط نقطه واحده. الزمالك يقدر يصعد في حاله واحده، وهي انه يكسب المباراتين القادمين ليه، وينتظر نتيجه المولوديه والنجم. في حاله فوز النجم الساحلي الزمالك يصعد، ولكن طبعا احنا شايفين بالمستوى اللي موجود ده باللعيبه اللي موجودين حاليا، الموضوع يعني اشبه بالمستحيل. رقم المداخلات اللي حابب يدخل معانا ويشاركنا في النهارده في موضوع الحلقه، اتفضلوا تقدروا تخشوا معانا. نروح ناخد شويه كومنتات من على البيج بتاعتنا. ومعانا كومنت بيقول ثانيه ابراهيم، خلاص قرينا الشربيني. مصطفى محمد بيقول اداره، مفيش نادي بيحقق بطوله من غير اداره مسؤوله عن قراراتها. المركب اللي ماشي خلاص، المركب اللي من غير رئيس بتغرق، دي حقيقة. معانا برضو كومنت تاني بيقول الإدارة وسوء الإدارة وظلم باتشيكو. ده برضو كومنت من محمد معانا النهاردة. جمال بيقول إدارة جديدة غير متحمسة للنادي واستهتار اللعيبة وعدم اللعب بجدية.
وتحياتي ليكي، برافو على الروح الرياضية، ميرسي ليك جدا. نروح بقى ناخد شوية أخبار كمان من الخبر التاني اللي معانا، وهي نسبة صعود النادي الأهلي. سيف بيقول أول مجموعة إن شاء الله. ألو، معانا محمد خالد. أيوة محمد، ألف مبروك أولا يا سلمى. الله يبارك فيك. ما أنا عارف إن هو يعني مش وقته، إن يعني اللي بيعمله الزمالك ده، بس أنا عندي رد لمين المتسبب في هزيمة نادي الزمالك. تمام. المتسبب في نادي الزمالك في هزيمة نادي الزمالك النهارده، أنا من وجهة نظري هو الدنيا كلها، يعني هي يعني أنا لو عديت معاكي حاجات كتيرة أوي. أول حاجة هروب المدير الفني قبل ماتش مهم، المدعو كالكرون، بعد كده تم إقالة مجلس إدارة النادي الزمالك بعد خسارة أفريقيا من النادي الأهلي، وقبلها كان حجز على أموال النادي. تالت حاجة لعيبة بيقول لك إحنا مش هنلعب إلا لما ناخد مستحقاتنا وما بينزلش التمرين، وفي لعيبة تانية بتقعد مع إدارات مجالس أخرى، فريق منافس يعني اللي هم المرتزقة، واحنا بدأنا نعرفهم على السوشيال ميديا من هما. عندك لعيبة بتطلع بعد خسارة الكاس بيلعبوا ببجي، ولا في دماغهم حاجة ولا في دماغهم جمهور. وآخر حاجة طبعا تم إقالة مدرب تعب واشتغل وكان كويس وكان متصدر الدوري. يعني أنت محمد ما كنت مع عدم إقالة مستر باتشيكو؟ طبعا راجع واحد غلطان مني. لا طبعا، انا راجل ده اشتغل وتعب وكان بيعمل باللي هو المفروض يعمله. دي كانت الحسنه الوحيده اللي كانت في نادي الزمالك الفتره دي. في الاخر كنت عايز افكركم بس الجمله اتقالت، لا مساس استقرار نادي الزمالك، هي فعلا كلمه اتقالت واتنفذت بالملي. بشكرك يا محمد. اتفضل. نادي الزمالك نادي كبير، اللي مفكر نفسه اكبر من نادي الزمالك يمشي من نادي الزمالك. شفت نادي الزمالك مش اي حد يلبسه، هو حلم لاي حد انه يلبس تيشيرت نادي الزمالك. عايزين تفضلوا، عايز يتفضل يتفضل يمشي. احنا مش هنفضل كل شويه مفاوضات من مش معانا من برشلونه لنادي الزمالك. لا لا، اللي عايز اللي يجي له مفاوضات يمشي والله، اللي عايز يجي له اللي يجي له مفاوضات، واللي عايز يمشي يمشي. احنا مش واقفين عليكم جمهور ورا نادي الزمالك، وهو ده الحاجه الحسنه بقى الوحيده اللي طول حياه نادي الزمالك، هو ده الموجود، هو احنا كجمهور نادي الزمالك. شايفين ان انتوا كجمهور نادي الزمالك خلاص تعبتوا من كتر الدعم للعيبه. جدا جدا جدا، مفيش دعم بقى لحد بعد كده. شايف الزمالك يقدر يستغل الفرصه الاخيره اللي عنده ولا صعب؟ والله ولو كان في لعيبه رجاله بجد ما كانتش حطتنا في الموقف ده، واستنيت ان احنا نحسب حزب نحطنا في حزب بيرما، اللي هو لا معلش ده يخسر واحنا نكسب الماتشين الجايين. لا للاسف انا ما عنديش امل في شايف ان لعيبه الزمالك يعني ورطت نفسها زي ما بيقولوا بالهزيمه النهارده. لعيبه الزمالك كلها ما عدا طارق حامد طبعا. بشكرك يا محمد. تقدروا تشاركوا معانا في حلقتنا من خلال الرقم اللي موجود على الشاشه وتقولوا رايكم. موضوع حلقتنا النهارده، من المتسبب في هزيمه نادي الزمالك اليوم؟ ونرجع لفقرتنا تاني كمين السوشيال وناخد بعض اراء الناس تاني. مريم محمد بتقول جمهور الزمالك هو السبب علشان بندعم لعيبه ما عندهاش دم. ده راي مريم، مشجعه زملكاويه بتقول رايها بكل صراحه. معانا برضو محمد فوزي، السبب الرئيسي طبعا تغيير المدرب في توقيت صعب جدا. ده برضو رأي من آراء جماهير الزمالك على السوشيال ميديا، شايفين ان السبب ده كان. معانا تقريبا مداخلة تليفونية تانية. مساء النور. معانا مداخلة تليفونية. أي فهم حضرتك سامعيني؟ سامعاك، اتفضل. وأنا ببارك لحضرتك برنامج، ربنا يوفقك يا رب. ميرسي. ربنا يكرمك. ميرسي. وكان نفسنا يعني النهارده نكون فرحانين ومبسوطين، بس للأسف يعني هو ده حال الزمالك معانا يعني. وأنا بس معلش يعني من ساعة مستشار مرتضى منصور
مشي والحركات اللي حصلت دي، انا حاسس ان النادي مش هيقوم تاني، مش عارف ليه. يعني بصراحه المستشار مرتضى منصور ومجلسه وامير مرتضى، لا كانوا عاملين روح في الفرقه بامانه، كانوا عاملين روح في الفرقه. تمام. بصراحه انا مش حاسس ان الزمالك هيقوم لقومه تاني للاسف. يعني انت رايي الشخصي يعني. انت شايف يعني ان حل المجلس كان ما كانش في مصلحه نادي الزمالك عموما؟ ايه يا فندم؟ كان شايف ان حل المجلس في التوقيت ده ما كانش في مصلحه الزمالك؟ طبعا طبعا. طب شايف ايه الحلول طبعا من وجهه نظرك؟ طبعا يعني هي دي وجهه نظري. ايه الحلول؟ ايه الحلول من وجهه نظرك؟ ايه يا فندم؟ ايه الحلول من وجهه نظرك حاليا؟ والله حاليا كمشجع زملكاوي يعني. للاسف احنا ما فيش قدامنا دلوقتي يعني، طبعا حتى فرصه صعود الزمالك افريقيا خلاص الموضوع انتهى تماما تماما يعني. بس احنا في بس في فرصه، في فرصه يعني، في فرصه يعني لو بنتكلم في الواقع كواقع، لا في فرصه للزمالك. ضعيفه قوي يا استاذ حسن، ضعيفه ضعيفه، مش معنى يعني لعيبه يعني من قصدك يعني ان في ظل وجود هذه اللعيبه صعب جدا ان الزمالك يكسب الماتشين وينتظر للأسف نتيجه المولوديه. للاسف للاسف هم متعودين دايما دايما نحسب ونقول الفرقه دي كانت نقطه وده كام نقطه كالعاده يعني، متعودين على كده من الزمالك، مش جديد عليهم خالص. تحمل خالص. تحمل النهارده المسؤوليه لمين؟ مسؤوليه هزيمه الزمالك النهارده؟ كل اللعيبه بلا استثناء، كل اللعيبه اللعيبه كل اللعيبه، انا ما شفتش حد كويس خالص فيهم النهارده للاسف للاسف يعني. تمام بشكرك والحمد لله الحمد لله. بشكرك بشكرك جزيلا. نرجع تاني لسؤال حلقتنا، مين اللي يتحمل هزيمة الزمالك والترجي اليوم؟ عادل بيومي بيقول عيب لعيبة لا يوجد عندهم دم ولا ولاء. ماشي. في برضو اللي بيتحمل هزيمة الزمالك اليوم طبعا هو الوزير اللي سبب انتكاسة نادي الزمالك، وتحياتي ليكي يا سلمى وبالتوفيق. طيب دي كانت بعض يعني، احنا لسه مكملين معاكم فقره السوشيال ميديا، واي حد عايز يقول رايه يتفضل يقوله، مش هنمنع حد ان هو يقول اي حاجه. اي حد عايز يوجه رساله للعيبه للاداره لاي حاجه يتفضل يخش يقول معانا رايه. الو مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضل. اولا الف مبروك على البرنامج. ربنا يخليك. بالتوفيق كده دايما ان شاء الله. ربنا يخليك يا استاذ طارق. الحقيقه ده انا حبيت بس ابارك من غير اهل النهارده على الاداء والنتيجه. تمام. الف مبروك وان شاء الله كده الكلام ده يتطور بالصعود اول المجموعه باذن الله. يعني انت شايف فرصه الاهلي بعد الفوز النهارده على فيتا كلاب، الاهلي قادر ان هو يصعد مستريح؟ هي فرصه كبيره. فوز النهارده ممكن مع فوز الماتشين الجايين يصعدوا اول. تمام. مين احسن لاعب النهارده بالنسبه لك في المباراه؟ احسن لاعب في مباراه الاهلي؟ اه. أنا شايف إن ياسر إبراهيم كان أفضل لاعب. ياسر إبراهيم. أيمن أشرف. رغم إن كان كل اللعيبة قدم عليهم صراحة، والمدير الفني أدار الماتش يعني بطريقة متوسطة جدا مع الظروف. كان ظروف الماتش صعبة واللعيبة قدم عليهم. واختار تشكيل مناسب للماتش والتغييرات كانت في محلها. تمام. والحقيقة اللعيبة ما قصروش. أيمن أشرف كان يستحق النهاردة البطاقة الصفراء؟ مش سامع في السؤال. أيمن أشرف كان يستحق النهاردة إن هو ياخد البطاقة الصفراء؟ الحقيقه الحكم ده يعني بعتبره مستفز زي ما يعني مباراه النجم الساحلي السنه اللي فاتت اداله طرد غير مستحق. النهارده كان في لعبه مشابهه بالظبط اللي فيتا كلوب عمل نفس اللعبه، كان يستحق فيها طرد، ما ادالوش بطاقه صفر خالص ضد ايمن اشرف انذار وهو خارج برغم ان هو كان مصاب. بس انت عارف ان يعني الحكام الغير مصريين او عامه الحكام الافارقه غير الحكام المصريين، يعني هم ما بيفوتوش الكلام ده، ما بيفوتوش ان لعيب يطلع يعترض او لعيب يطلع يزعق في وش الحكم، والكلام ده كله ما بنشوفوش بره. يعني الكلام ده ممكن بيتعدى عندنا في الدوري المصري وخصوصا امام النادي الاهلي، ولكن طبعا انا طبعا انا مش مع التصرف بتاع ايمن اشرف، انا بس تمام. بتكلم ان الحكم متحامل شويه، لكن هو المفروض اللعيب طالما عارف ان الحكم من النوعيه دي لازم ما يعملش النوعيه دي من التصرفات عشان ما يخليش الحكم يستوصله. انما الحقيقه ده يرجعنا بقى لاهميه الفار. يعني الفار في المجموعات قبل الاتحاد الافريقي من السنه الجايه يقود الفار في المجموعات، لانه مهم جدا زيه زي الادوار الاقصائيه اللي بعدها من دور الثمانيه. يعني النادي الاهلي في الماتش اللي فات في ضربه جزاء اتحسبت غير صحيحه، كانت ممكن تتسلل في خروجه. تمام.
فالفار مهم جدا. النقطه بس المهمه اللي انا عايز اتكلم فيها السؤال بتاع حضرتك بتاع الحلقه اللي هو السبب الرئيسي في انديه الزمالك. اوكي اتفضل. دايما الكوارث الكبيره في الانديه الكبيره اللي هي انديه البطولات هي بتبقى مجموعه عوامل مش عامل واحد. تمام. يعني التركه الثقيله اللي سابها مجد في السابق للمسؤولين الحاليين عامل العدم الانضباط جوه الفريق. يعني الفريق ده اللعيبه دي بعد ماتش وادي دجله او سوري قبل ماتش وادي دجله ما نزلوش التمرين وما شفناش اي قرار انضباطي يرجع الانضباط جوه الفريق. الحاجه الثانيه لما اللعيبه تكون متحكمه في اختيار المدير الفني وتمشي باتشيكو اللي هو افضل فنيا مليون مره من كارتيرون. كارتيرون عموما ما بيعرفش يهاجم. يعني لو بصينا النهارده والماتشات اللي فاتت كلها من ساعه ما مسك نادي الزمالك بس اللعيبه مش اللعيبه اللي مشت هو بيلعب على اخطاء المنافس بيلعب لعب دفاعي ما بيهاجمش خالص وهو منظم ولو دخل الزمالك في جون الاول ما بيعرفش يرجع للماتش ما بيعرفش يساعد اللعيبه بتغييرات كويسه ترجع الزمالك في الماتش. تمام. فالمشكله فينا النهارده ان اللعيبه دي محتاجه واقفه معاها. اللي عايز يمشي يمشي اللي مش عايز يجدد ما يجددش. لو كان في قرارات انضباطيه في التوقيت المظبوط كانت فرقت لان الزمالك دي خسر حاجتين مهمين خسر المبدا وخسر النتيجه. يعني قبل ماتش الترجي بتاع الذهاب اللي خسر 3-1 لو كان في قرارات انضباطيه مناسبه حتى لو كان خسر كان جمهور الزمالك هيسقف للاداره ويقول ان هم عملوا موقف مع لعيبه. لكن المشكله دلوقتي ان هو خسر المبدا وخسر النتائج. طب ده رهيب. تمام بشكرك. رجوع كابتن عشان الزمالك بالعكس هيضر الزمالك وانا بقول لحضرتك هو كابتن هيرجعوا يمشوه تاني. بشكرك جزيلا شكرا على راي حضرتك. احنا بنتمنى طبعا التوفيق لكل الانديه المصريه في كل البطولات الافريقيه وهو موقف الزمالك صعب. يعني حتى لو كسب الماتشين الجايين المشكله ان هو هينتظر نتيجه مباراه النجم. بشكرك بشكرك على راي حضرتك. متشكر جدا. شكرا جدا. ميرسي جدا. نرجع نتواصل مع الجمهور تاني. انا عايزه اقول ان الجمهور هو الصوت الرئيسي. يعني جمهور الزمالك او جمهور الاهلي او اي جمهور هو اللي يعني هو الصوت الحقيقي لاي لعبه. معانا برضو معانا كومنت تاني لمحمد ممدوح بيقول الخلاصه يا سلمى ان احنا ما ننتظرش لعب جيد او اداء من لعيبه تلعب من اجل المال ولا من اجل اداره ولا من الاداره جايه النادي عشان يشتهروا. ده جمهور الزمالك يا جماعه يعني عايز اقول ان كومنتاتهم صاخبه جدا على الاداره وعلى اللعيبه يعني فعلا زي ما قلنا في بدايه الحلقه جمهور الزمالك فعلا جايب اخره بشكل كبير جدا. ومحمد ممدوح بيقول اخيرا الوزير عمل المطلوب على اكمل الوجه لنا الله وهو اكبر من الكل. ده رأي محمد ممدوح. أبو مالك بيقول السبب الرئيسي في الهزيمة اللاعبين ما عدا طارق حامد. الحل إن هو بيقول الحل بقى من وجهة نظره يتحط عقوبات مالية شديدة في حالة الخروج ويتم خصم من الفلوس. ده رأي أبو مالك. في مريم رمضان السبب إن اللعيبة مش مع بعض ومفيش روح للعيبة واللي عايز يمشي يمشي لان الزمالك كيان كبير جدا. وده فعلا اللي احنا قلناه النهارده في حلقتنا في البدايه ان نادي الزمالك نادي كبير. يعني نادي الزمالك نادي كبير واي حد يتمنى بس كده ان هو يعدي من جنب سور نادي الزمالك مش يلبس تيشيرت الفريق ويبقى مسؤول عن كيان كبير زي كيان نادي الزمالك. برضو نقرا شويه كومنتات على سؤال الحلقه الثاني شايفين فرص الاهلي ازاي بعد فوزه اليوم امام فيتا كلاب. محمد زاهر بيقول فرصه الاهلي كبيره بنسبه 90% وان شاء الله في الدور اللي جاي. ومعانا برضو جمال بيقول سيمبا 10 نقاط والاهلي 7 فرصه الاهلي للوصول مركز اول باقي لسه ماتشين. هدى العربي بتقول الاهلي يا سلمى ضمان بقى 90% والصراحه لعيبه الاهلي رجالة ومنورة يا سلمى. مرسي جدا يا هدى. طبعا دي بعض آراء الناس على صفحتنا كمين سلمى عز الدين على الفيسبوك. معانا برضو هاشتاج على تويتر تقدروا برضو تخش تقولوا رأيكم وهو كمين سلمى تقدروا تقولوا كل رأيكم. وإحنا يعني إحنا عندنا برنامجنا إحنا فعلا صوت الجمهور أهم حاجة عندنا. يعني إحنا هنوصل رأيكم سواء أي حاجة هتقولوها إحنا هنتكلم فيها وهنعرضها بكل صراحة. عايزين بقى نرجع تاني لأخبارنا.
وكان معانا كنا وقفنا عند الخبر بتاع نادي بيراميدز النهارده. بيراميدز بيحل ضيفا على نظيره في انا معلش الخبر مش 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 واضح عندي، بس هو بكره بيراميدز عنده ماتش مهم جدا مع فريق نمانو الاخضر في لقاء في الكونفدراليه. تمام، قلنا طبعا الخبر بتاع وادي دجله يفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجه 2-1، والجون فيه في جه في الدقيقه القتله وهي 92 في الدوري الممتاز، وده اول فوز ليه، يعني اول فوز ليه في هذا العام والتاني ليه في الدوري. وده كان ودي كانت اخبارنا النهارده. نروح لفاصل ونرجع لكم تاني ونكمل بقيه فقراتنا. ورجعنا لكم مرة تانية في برنامجكم برنامج كمين سلمى عز الدين، ومعايا مداخلة هاتفية مع الصحفي بجريدة فيتو أبو علي محمد. ألو؟ تمام تمام، المداخلة برضو حصل يعني انقطاع في المداخلة، هننتظر مداخلة الصحفي أبو علي تاني، نرجع نكمل معاكم آرائكم ونشوف رأي جماهير نادي الزمالك النهاردة بتحمل المسؤولية لمين من يعني نشوفهم بقى هم بيقولوا هيحملوا المسؤوليه لمين. معانا انجي حسن بتقول السبب مش سبب واحد، اسباب مركبه، واولها الوزير وعزله المجلس النادي والاداره المؤقته اللي غرقت الفريق من لعيبه كتير وعدم خبرتها والمدرب واللعيبه اللي ما عندهمش انتماء غير للمال. ده رأي إنجي حسن. معانا برضو محمد سلامة بيقول هنفضل نشجع الزمالك بس مش هندي أمل للفرقة دي، واللي عايز يمشي يمشي، الوزير عمل اللي هو عايزه والإدارة الحالية السبب في عدم توفير مهاجم، ولنا الله لجمهور الزمالك. يعني هو من رأيه إن هو بصوا أنا يعني جمهور الزمالك فعلا من أوفى الجماهير، يعني مش عايز اقول في العالم، يعني جمهور الزمالك فعلا ورا الفريق في الوحش قبل الحلو، في الهزيمه قبل المكسب. ده جمهور الزمالك يعني فعلا مفيش ما شفتش في حياتي جمهور وفي زي جمهور نادي الزمالك. طبعا الجمهور هيفضل ورا الزمالك، بس الجمهور مش هيفضل ورا اللعيبه اللي هم شايفين ان اللعيبه دي بتلعب بس من اجل المال. نرجع تاني لمداخلتنا نرجع تاني لمداخلتنا مع الصحفي ابو علي. الو؟ ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ الحمد لله استاذ سلمى، انت اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. بالتوفيق دايما يا رب. ربنا يخليك، ميرسي. طبعا عايزين النهارده نسالك طبعا على طريقه لعب النادي الاهلي، وشايف ان موسيماني النهارده قدم المطلوب منه امام فيتا كلوب؟ مفيش شك طبعا لما فريق بيكسب بره ملعبه في ظروف زي الظروف اللي كان بيلعب فيها الاهلي النهارده وبيكسب 3 سكور كبير طبعا قدام فريق مش سهل، فريق بيتا كلوب. الانديه المصريه لعبت في الكونغو 22 ماتش، يمكن ده ال 23 ما قدروش يحققوا فوز خالص على فرق الكونغوليه، لكن الاهلي النهارده قدر يعمل ده. فبالتالي يبقى موسيماني نجح بخطته ان هو يعني زي ما بيقولوا كده يرجع الاهلي البطوله تاني. تمام. طيب في ناس كتيره بتقول على السوشيال ميديا ان الهدف بتاع محمد شريف النهارده تسلل واضح جدا، رايك؟ والله بصي يعني خلينا نبقى متفقين ان كره القدم جزء من متعتها الاخطاء التحكيميه او الجدل التحكيمي او الكلام ده. الكوره جت من زاويه صعبه جدا ما حدش شافها، يعني الكاميرا كانت مركزه مع قفشه ومره واحده فوجئنا محمد شريف انفراد. فمجرد ان انا اتكلم على حاجه لا يعني لا اتعادت صح ولا اتنقلت اصلا صح ولا اتجابت من على الخط مثلا بكاميرا جانبيه اقول عليها اوف سايد، انا شايف دي تبقى يعني كلام زي ما بيقولوا كده ملوش فايده يعني. وبعدين كون ان الاهلي يفوز 3-0 حتى لو جول اوف سايد حتى لو ما اتحسبش فنعتبر الاهلي كسب 2-0 يعني. تمام. انا عايز اقول ان الاهلي بعد ما كان موقفه صعب هزيمه من سيمبا وتعادل مع شايف فرصه الاهلي بقت احسن كتير بعد الفوز. طبعا الاهلي كده يمكن ضمن الصعود بنسبه كبيره جدا والكره بقت في ملعبه
عنده المريخ السوداني، ما عندوش غير نقطة واحدة الماتش اللي جاي. الأهلي سهل جدا يكسب المريخ، اتغلب من فيتا كلوب على ملعبه، واتغلب من سيمبا بره، وتعادل مع سيمبا على ملعبه، ما خدش غير نقطة، واتغلب من الأهلي في القاهرة هنا 3. فالأهلي قادر إن يعمل نتيجة كويسة قدام المريخ، حتى لو تعادل هيوصل للنقطة 9. ماتش سيمبا هنا على ملعبه برضه الأهلي يقدر يكسبه بسهولة. فريق سيمبا يكون ضمن الصعود، فوز الأهلي بيه يوصله للنقطة 12. لو كسب المريخ الماتش اللي جاي هيوصل للنقطة 10، ولو كسب سيمبا بقى 13 ويتصدر المجموعة. يعني الأهلي بكل الأحوال فرصه بقت كويسة، خاصة إن الماتش اللي جاي بين سيمبا وفيتا كلوب. تمام. الفريقين زي ما بيقولوا في لغة الكورة كده يتكسروا في بعض. سيمبا كسب يبقى فيتا بره خالص، اتعادلوا الاثنين يبقى فرص الاهلي بقت اقوى. لو فيتا كسب الاهلي يكسب سيمبا يصعد. ففي كل الاحوال الفوز النهارده او فوز الاهلي النهارده حطه درجه كبيره جدا، او بنسبه 90% خلاه وصل للدور ربع النهائي يعني. تمام. شايف من وجهه نظر حضرتك مين نجم المباراه النهارده؟ والله الفرقه النهارده كلاعب جماعي كلهم نجوم من وجهه نظري. ياسر ابراهيم عمل ماتش كويس جدا، خاصة في الشوط الأولاني وفي جزء من الشوط الثاني. لكن في الإجمالي أنا شايف إن لعيبة الأهلي النهارده كلهم تفوقوا على نفسهم. ظروف صعبة جدا، ملعب نجيل صناعي، بتلعب الساعة 3 في درجة رطوبة حوالي حاجة و80. درجة الحرارة النهارده سبحان الله، يعني المدير الفني بتاع فيتا كلوب كان بيتكلم إن هو هنلعب الساعة 3 العصر عشان نتعب الأهلي، أو يعني ندوقهم كده من اللي عملوه معانا إن هم لعبونا بالليل في جو ساقعة. فسبحان الله تشاء الاقدار يعني ان الدنيا تمطر، ودرجه حراره بعد ما كانت 32 و33 بقت 26. فالظروف كلها كانت في صالح الاهلي، خلت اللعيبه النهارده ظهروا بشكل كويس. اجاي عمل ماتش كويس جدا، محمد شريف عمل ماتش كويس لحد ما طلع قفشه، اليو ديانج، عمرو السوليه. فلو لو لو ركزنا نلاقي الفريق كمجمل نجم كلهم نجوم يعني. تمام. اخر سؤال بقى، شايف ان ايمن اشرف يستحق البطاقه الصفراء؟ بص، هو الحكم ده في بينه وبين ايمن اشرف كده حاجه غلط، يعني كميتهم مش راكبه على بعض. الحكم ده طرد ايمن اشرف في ماتش النجم الساحلي لو نفتكر السنه اللي فاتت في بدايه مباراه الفريق في دوري المجموعات، البطوله اللي الاهلي حصل عليها السنه اللي فاتت، طرده قدام النجم الساحلي في طرد كتير جدا فسروه ان هو غير مستحق. النهارده نفس الحكم بيدي ايمن اشرف انذار، وبيتهيألي ايمن اشرف لو كان كمل وما خرجش للاصابه كان ممكن الحكم يطرده برضه. بس انا عامه في المجمل يعني الحكم ظلم ايمن اشرف، لان ايمن اشرف شفنا ان هو كان بيعاني فعلا من اصابه وخرج وهو مصاب، يعني بسبب الاصابه دي هو غادر الملعب ونزل بس مكانه. بس اعتراضه على الحكم يعني فعلا احنا بنشوف ان اعتراض اللعيبه اصلا مع الحكام مش مقبول، او مش من الاخلاقيات انك تنفعل على الحكم بهذا الشكل. واضح ان في مشكله برضو النهارده في المداخلات، مش عارفه ايه. بشكر الصحفي محمد ابو علاء، صحفي بجريده سوري متاسفه محمد ابو علي بجريده فيتو. نرجع تاني نتواصل مع الجمهور، وشايفة ان يعني يعتبر 90% من او الصوت او 90% من اراء الجماهير وهي رايحة في اتجاه جمهور الزمالك، لان فعلا النهاردة كان يعني الحدث الاكبر بالنسبة لنا او الاحدث بالنسبة لنا هو هزيمة الزمالك امام الترجي. في احمد محمد حمزة بيقول السبب في الوزير والادارة الفاشلة لنا الله والزمالك الى 2005. ده رأي احمد محمد حمزة. عبد الفتاح بيقول الادارة السابقة والادارة الحالية والتدليع الجماهير للعيبه، او دعم الجماهير للعيبه. محمد عاطف بيقول اللعيبه ووزير الرياضه. طبعا جمهور الزمالك بيحمل نسبه كبيره جدا لوزير الرياضه. في برضو عبده بيقول سبب الخروج الاداره اللي مشت مدرب كسبان وماشي كويس ونفذت طلبات للعيبه اللي بتتآمر على المدرب. تمام. ده رأي عبده. أنا النهاردة يعني خدت نسبة كبيرة جدا من آراء الجماهير، لأن زي ما أنا قلت إحنا في برنامجنا هنخلينا صوت أكتر للجماهير، لأن طبعا الكورة من غير جماهير
بلا فايدة. نروح لآخر فقرة معانا في برنامجنا وهي فقرة كمين دوري، وكمين دوري دي اللي هنحاول ان احنا نفصلها معاكم شوية بشكل كوميدي ساخر، ونروح لأول فيديو معانا ونشوف ايه هو. يلا بينا. وياخد انذار اهو، شوف الانذار بياخده قبل ما يخرج. بص الحكم مصر على الانذار ازاي، عشان كده بنقول لأيمن أشرف اهو بلاش يا أيمن، بلاش لا تاخد انذار تاني وكارت احمر، الحكام دي بتعمل كده على طول. اما بالراحه ولا تعرف تعمل معايا حاجه اصلا، تعال تنزل مالكش عازه. وياخد انذار اهو، شوف الانذار. ده كان اول كوميك معانا، وطبعا اعتراض اللاعب ايمن اشرف على الحكم بطريقه غير مقبوله، حبينا ان احنا ندخله معانا الكمين بفيديو. ونروح على طول للفيديو التاني بقى معانا النهارده. طالما نزلت الملعب لازم تعرف قيمه ومكانه، كيان كبير اسمه نادي الزمالك، لازم تعرف ان وراك ملايين من الجماهير بتحب دمها في حاله التعثر، لازم تلعب عشان قيمه الاحتراف، قيمه الرجوله، قيمه الشهامه، تلعب علشان تقدر تمشي في الشارع براسك مرفوعه امام جماهير نادي الزمالك، تقدر عشان اما ترجع لبيتك لعيلتك لاولادك لجيرانك بعد اي مباراه تقول لهم انا لعبت بشرف ورجوله. لازم لعيبه نادي الزمالك تفوق لنفسها وتدرك ان ارتداء قميص نادي الزمالك شرف عظيم وحلم كبير لملايين من اللعيبه، مجرد المرور بجوار سور نادي الزمالك حلم يتمناه الكثير والكثير من اللعيبه، وبالتالي لعيبه نادي الزمالك لازم يقدروا النعمه اللي هم فيها ويبقى الاداء مختلف تماما. وصلنا لنهاية حلقتنا بسرعة، الساعة عدت يعني فعلا ما حسيناش بيها. حبيت أختم بالفيديو اللي انتوا شفتوه معانا النهاردة ده كرسالة للعيبة نادي الزمالك، إن نادي الزمالك نادي كبير جدا جدا جدا، ومسؤوليته مش أي لعيب بيقدر يتحملها. على لعيبة نادي الزمالك إن هي تراجع نفسها وتعرف قيمة تيشيرت نادي الزمالك، وتعرف قيمة جمهور نادي الزمالك الكبير العظيم اللي هو يعني نمبر وان زي ما بيقولوا في نادي الزمالك. استمتعت معاكم، ويا رب أكون كنت خفيفة عليكم، وإن شاء الله بإذن الله البرنامج يعجبكم، وبإذن الله الفترة الجاية نحاول إن احنا نطور على قد ما نقدر. طبعا اعذروني في أي غلط النهاردة حصل مني، أول حلقة ليا على الهواء مباشرة بتبقى ليها زي ما بيقولوا خضة. شكرا، كنت مبسوطة معاكم جدا في برنامج كمين سلمى عز الدين. استنوني كل يوم 3 الساعة 12 مساء. تصبحوا على ألف خير.